تختتم مساء غد السبت منافسات كأس العالم للأندية المقامة في قطر في اللقاء النهائي الذي يجمع بين ليفربول الإنجليزي مع نظيره فلامينغو البرازيلي، فيما ستتجه أنظار العرب إلى مواجهة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي في المنافسة على المركز الثالث. تتجه الأنظار مساء السبت صوب ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي وفلامينغو البرازيلي في صراع على لقب سيزين خزائن الناديين للمرة الأولى بالمسمى الجديد للبطولة. لقاء ليفربول وفلامينغو لن يكون الأول بين الطرفين، فقد التقى الفريقان في ثمانينيات العقد الماضي عندما خسر الريدز بثلاثية دون رد أمام فلامينغو عندما توج بلقب كأس إنتركونتيننتال الذي يجمع بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية. لذا سيكون ليفربول على موعد مع الثأر من الأندية البرازيلية، حيث سبق أن خسر أيضا نهائي كأس العالم للأندية عام 2005 أمام ساو باولو. مهمة الإنجليز لن تكون سهلة أمام فريق طموح يعتمد على السرعة والمتعة، إلا أن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب يعول على تشكيلة تزخم بالنجوم وعلى رأسهم ثلاثي المقدمة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو، بالإضافة إلى خط دفاع يقوده واحد من أبرز المدافعين في العالم وهو الهولندي فان دايك، ومن خلفه الحارس المميز أليسون بيكر. على الطرف الآخر يسعى فلامينغو لأن يكون رابع فريق من البرازيل يتوج بلقب عالمي بقيادة مدربه جيسيوس ونجومه كابرييل باربوسا وفيليبي لويس. فهل يبقي ليفربول اللقب في خزائن الأندية الأوروبية أم ينهي فلامينغو سطوة فرق القارة العجوز ويعيد الهيبة لأندية أمريكا الجنوبية؟ وفي لقاء آخر يتطلع الهلال بطل القارة الصفراء للتتويج بالمركز الثالث للبطولة عند مواجهة فريق مونتيري المكسيكي، ويعتمد الهلال على نجومه جوفينكو وغوميز لتخطي عقبة الفريق المكسيكي والوصول لمنصات التتويج في مونديال الأندية، إلا أن الطريق للميدالية البرونزية سيكون صعبا نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع فيها الفريق المكسيكي الذي يشارك للمرة الرابعة في البطولة. والحديث عن نهاية المونديال ومواجهة ليفربول وفلامينغو ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة الزميل الإعلامي والمعلق على مباريات كرة القدم في قناة بي إن سبورت الأستاذ خالد الغول. أهلا وسهلا بك عبر شاشة المملكة أستاذ خالد. أهلا بك كابتن مهند، تحياتي لك وتحياتي لأسرة قناة المملكة. أهلا وسهلا بك. يعني غدا هو نهائي أوروبي أمريكي جنوبي كما كان متوقعا بين ليفربول وفلامينغو، كيف ترى هذا اللقاء وهو الجميع يراه تكرار للقاء عام 81 في كأس الإنتركونتيننتال؟ أول شيء اسمح لك مهند أعبر عن سعادتي حقيقة بالحديث لقناتكم الرائعة ولك شخصيا، وأنت طبعا يعني المبدع رياضيا على ملاعب كرة القدم والآن المبدع إعلاميا، بحييكم بحيي كل يعني ما تقومون به طبعا من برامج رياضية وتغطيات رائعة هنا على قناة المملكة. نشكرك أستاذ خالد، وشرف لنا كثيرا على استضافتك كإعلامي بارز وقامة إعلامية كبيرة أردني تألق في الدوريات الأوروبية وهو يعلق عليها منذ سنوات وعقود ماضية. الله يسلمك. حقيقة بالنسبة لمباراة الغد يعني ليفربول فريق هذا الموسم أموره تسير بشكل ممتاز، يتصدر البطولة الإنجليزية ويقترب من فك عقدته بإحراز البطولة الإنجليزية بعد غياب 30 عاما، وشاهدنا يعني كيف أيضا أحرز كأس السوبر الأوروبية. نعم. يعني فريق أصبح يعرف كيف يتعامل مع الأحداث الكبيرة، يمكن هذا الشيء لم يكن موجودا قبل أن يأتي المدرب الألماني يورغن كلوب اللي غير كثيرا في عقلية هذا النادي وفي عقلية اللاعبين. لاحظ اخي مهند انه ليفربول في كثير من المباريات يحسمها في اللحظات الاخيره كما حصل في لقاء الدور قبل النهائي عندما طبعا سجل هدف الفوز في اللحظات الاخيره على الفريق المكسيكي. نعم. يعني واضح تماما انه الفريق مهيئ، وحتى يعني ليفربول حقق الفوز في المباراه السابقه ويورغن كلوب لم يشرك كافه اللاعبين الاساسيين، يعني ماني شارك في الشوط الثاني، فيرمينو البرازيلي شارك في الدقيقه 85 وكان في لاعبين عادة لا يشاركون مثل أوريكي ولا لانا. نعم. لكن أتوقع أن هذا الشيء سيتغير يوم غد وسيدفع
كلوب بالتشكيل الأساسي، لأن الفوز ببطولة أندية العالم إنجاز كبير كبير جدا. نعم. يسعى لتحقيقه فريق ليفربول. نعم. على الجهة الأخرى، طب قبل الذهاب إلى الجهة الأخرى أستاذ خالد، لكن بدي أعود إلى نقطة ذكرتها، أنه دائما ليفربول ما يحسم في اللحظات الأخيرة من المباريات. هل بالنسبة لكم كمتابعين كمحللين وكمعلقين له دلالات بدنية فنية أو تكتيكية لدى المدرب؟ والله اكيد اكيد، يعني ليفربول من سلبياته في السابق انه كان فريق يعني لا يعرف كيف يتعامل باللعب مع الفرق الصغيره، يكثر من الفرق الصغيره ويعني يفوز على الفرق الكبيره، هذا الشيء كان يهدر عليه بطولات كثيره. نعم. فيبدو على ما يعني مع يورجن كلوب غير كثيرا في عقليه اللاعبين، ليفربول صار اسمه الفريق اللي بيتعامل بالمباراه على 90 دقيقة ويحسمها مهما كان منافسه، وهذا أدى إلى تغيير عقلية اللاعبين، والفريق فاز بالبطولة الأوروبية وفاز بالسوبر الأوروبية وعنده لقب واستحقاق هام جدا لم يحرزه من قبل. نعم. ليفربول سابقا لما كان هذه البطولة كان يعني تقام تحت مسمى كأس الانتر كونتيننتال. نعم. بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية. تغير ذلك من عام 2000 وأصبحت البطولة السنوية تقام بانتظام من 2005. نعم. ليفربول جرب حظه كما قال التقرير عام 81 يوميها ليفربول ظهر كالقزم أخي مهند. نعم. لما لعب مع فلامينغو، فلامينغو زيكو جونيور والأسماء الكبيرة يوميها لقن ليفربول درس قاسي جدا عام 81 وفازوا 3-0، وبعديها ليفربول برضو لعب مرة أخرى الكأس القارية. نعم. وخسر من اندبندينتي الأرجنتيني 1-0. نعم. كيف ترى فلامينغو مع خورخي جيسوس المدرب ولديه أيضا باربوسا وهنريك، ورأيناهم يعني فريق قوي جدا يعني أمريكا الجنوبية؟ إذا نتحدث عن ليفربول بأن هذه السنة هي سنة إنجازات له، فهي إنجازات أكثر بالنسبة لفريق فلامينغو. فلامينغو هذا الموسم أخي مهند ربحان، قبل أيام ربح الدوري البرازيلي برازيليرو، وربح ليبرتادوريس لما عمل رومونتادا مش طبيعية على فريق ريفر بليت وفاز بالدقائق الأخيرة. نعم. وبداية العام أيضا ربح كأس كاريوكا لأندية أمريكا الجنوبية، عنده 3 ألقاب ويسعى لللقب الرابع. نعم. والكل شاهد إمكانيات الفريق الكبيرة في الشوط الثاني مع الهلال السعودي لما سجل 3 أهداف، كما تفضلت برونو إنريكي باتي جول اللي هو طبعا اللاعب اللي ما نجحش مع إنتر ولكنه هداف كبير جدا، وعندهم برضه اللاعب المخضرم دييغو وحارس المرمى في طبعا دييغو ألفيس. اعتقد انها تشكيله قويه، والفريق البرازيلي اثبت انه فريق يعني يتمتع بامكانيات كبيره حتى لو. نعم. وجد نفسه طبعا متاخر بالنتيجه، ولا ننسى ابدا اللي هو مدربهم جورج جيسوش المدرب البرتغالي اللي ايضا له سجل كبير جدا سواء في الكره البرتغاليه او حتى عندما درب الهلال السعودي. بالمحصله. نعم. اعتقد انه يمكن الحظوظ متكافئه، لكن يعني يمكن مهاره البرازيليين. نعم. قد تحسمها في اللحظات. اذهب الى مباراه المركز الثالث بين الهلال ومونتيري المكسيكي، الطموح كان اكبر بالنسبه للهلال اكثر من المركز الثالث، وربما تفاصيل صغيره تحكمت في مجريات المباراه ذهبت لصالح الفريق الاخر، ولكن كيف ترى هذه المباراه؟ والله انا ارى انه المركز الثالث ليس بالامر السيء بالنسبه لفريق الهلال، رغم انه طبعا في فريقين عربيين لعبوا نهائي هذه البطوله، والهلال كان يمني نفسه ان يكون ثالث وبدهم الرجاء البيضاوي عام 2013 والعين الاماراتي العام الماضي. الهلال يعني بصراحه ما قدرش يوزع جهده على مدار 90 دقيقه امام الفريق البرازيلي، لكن بالنهايه كما قلت لك المركز الثالث يعتبر يعني حيكون شيء رائع بالنسبه لفريق حاليا يعتلي قمه. نعم. الكره. طيب بدي احاول استغل المكالمه معك ابر قدر ممكن، حدثنا عن الاجواء في قطر واستضافتها لمونديال الانديه ايضا والتحضيرات لنهائي او لنهائيات كاس العالم 2022. اعتقد اخي مهند انه حاليا الدوحه تعتبر عاصمه كره القدم في العالم خلال كاس الخليج وما تبعها من حضور جماهير، ومن خلال ايضا بطوله انديه العالم اللي حاليا يتوافد الى الدوحه نخبه كبيره جدا من اشهر نجوم العالم في كره القدم يتابع هذه البطوله، ويتابع ايضا يعني تحضيرات القطر طبعا كاول بلد عربي يستضيف كاس العالم. اعتقد انه بالفعل يعني. نعم. اجواء رياضيه رائعه جدا، واهم من ذلك يعني اول مره حيكون طبعا الحكم العربي القطري عبد الرحمن الجاسم اللي هو حكم المباراه النهائيه، كل هذا يعني يؤكد انه في تميز في
تنظيم هذه البطولة. نعم. على أرض قطر. تمنياتنا بالتوفيق إن شاء الله للإخوة في قطر على هذا التنظيم الرائع لمونديال الأندية وأيضا في كأس العالم المقبل. بدي أشكر جزيل الشكر أستاذنا الكبير خالد الغول الزميل الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا جزيلا لك.